اهلا وسهلا فيكم في جديد مع الكسار. لا تنسوا زر الجرس, اللايك, الكومنت, الاشتراك, and let's go يا بيبي. That's when you know you should leave, motherfucker. Fuck John, fuck all. كبرنا ما تبدلنيش, شوفوا في عبيد تبدلت, تفرج دنيك ايش وليت, رجلة بالحبس تفدلك. اتيتود ما فميش, رابريت ايش من فضلت, بلاك ودي جانج ما نقدر ما فميش, ايت سيجارة بليش من فضلك. معلم توحشتوا دخلة فاطمة بوساحة ولا ما توحشتوا؟ وينكم؟ وين الغيبي؟ ما عم نشوفكم, ما عم تنزلوا فيديوهات, ما عم تعملوا شيء. انا ما عم بعمل فيديوهات وما عم بعمل شيء. حقكم علي, حقكم على راسي من فوق على العين, بس كنا عم نعمل بعض التجهيزات وكذا وهيك, بتعرف نقلي من مكان لمكان وسجلجلج, يعني الوضع شوي بخوف. باهي يا كبير, باهي. حاصلوا اين رجعنا؟ كل يوم في فيديو ما عدا سبت احد المفروض, ما بعرف اذا بقدر اعمل هيك شيء. لا تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام, بسبب رح اسالكم كتير اشياء وانتم المفروض تقولوا لي شو اعمل رياكشن على شو. نحبكم برشا كبير, واليوم جايب لكم كلاي من الصفر. كيف وصلت لهيدا التراك ما تسالوني؟ كنت ماشي بالسياره كبير, حاطط انا ميوزك وعم تنقل لوحده يعني, واجت هيدا التراك, سمعت اولها قلت بس وقف ستوب ويت ا مينيت, تيجي لي لي قلت مش رح اسمع الا مع الكساسره. بنعمل عليها فيديو رياكشن, بيطلع الامر تمام مرتب, باهي, جونا مريجل وصفا الاولاد. اقعد هون, عرفت علي كيف؟ خلينا نرجع للفيديوهات البومباستيك فانتاستيك اكسترا اورديناري. خلينا نرجع نشعل الكومنتات, خلينا نحط لايك, خلينا نعمل بارتاجي ابوني سجلجلج, خلينا نجعلوا حريقه يا كبير. ورطنا في تونسكم شفنا الويل, تعودنا في وجيعتنا الدمعة ما تسيل, قرطنا شوارعنا في عز الليل. أنا هون سمع اللي ما فماش حاجة اسمها مستحيل. ورطنا في تونسكم شفنا الويل, تعودنا في وجيعتنا الدمعة ما تسيل, قرطنا شوارعنا في عز الليل. اللي ما فماش حاجة اسمها مستحيل, حتى تربح الدنيا برمي المنديل, نفسك تعزها وما تعيش بالليل, في طريق الرجل نهايه قديل, والله حسبك ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. معلم انا اللي فاجأني بالموضوع صراحة يعني, هي ستيل التراك كتير لذيذ, حتى البيت كتير لذيذ, بياخدك هيك بيعيشك بريلاكسيشن تشيل انت عم تسمع, بس بنفس الوقت عم بيحكي بموضوع بيوجع, يعني انه الحالي تعباني يا ليلى, عرفت علي كيف؟ الفكرة انه لما تسمع كلاي انت متعود على كلاي باسلوب دايما دا دا دا, عم بيقتل, عم يكسر, عم بيشيل, عم بيحط. تسمع كلاي بهذا الاسلوب بس برضو بنفس المواضيع اللي هو اجمالا بيحكي عنا او بيحكي عن تونس بطريقة مختلفة, فهون انت بتتفاجأ اوه كلاي عنده هيك شيء يا وحش يا كبير. تونس مع كرم مزيجي, ناسها قتلة احساسي, تتعب وحدك تشقى وحدك وقت الشدة زادة وحدك, ما تلقيش فيهم حد يوسي, هذا اللي حول قلبي قسي, هذا اللي ردني متنسي, هذا اللي خلاني نقطة ذكريات قديمة ونحفر لك برنا بفسي, ما الصغرى والدبا بالله وحومة, كانك عالفقر مستنس بيك, إذا حكيت للدنيا ما نسيتش أصحابي وكلامي ربي اللي شاهد عليه, باللي نقدر عليه حبيبي نواسيه, يطلب عيني وما نشدش عليه, واليوم الأحباب كشروا لن يبكي العبد لله تحت بيه, عالمكم وقرف شي خزز, طيبة ماتت لعقل خزز. طيبة ماتت وشو؟ الطيبة ماتت لعقل خزز. شو معناتها هاي الكلمة يا كبير؟ الطيبة ماتت والعقل خزز؟ شو معناتها العقل؟ ما بعرف, ما عندي تفسير, ما بدي فسر أنا من عندي من راسي, بس فسروا لي شو معناتها. معلش معلش سامحوني, يعني أنا لازم أدفع لكم إجمالا لها حتى تترجمولي, بس إنه ما معنا مصاري, ما معي أحلى دقن يعني. علش اللي نعطي وشوية قيمة وقدر, هو يولي علينا يتعزز, يولي يتكبر ويحس روحه ند, يولي يحسب معاك كل بغض يشد, كانت تحبني تتعشرني بعيوبي, كان حبي تمشي نقول لك ريح السد, يدي ما يرد ما يشدك حد. يا اخي ليك ملا مناظر حلوة تقريبا بتشبه لبنان, والله العظيم بتلاقي انه ما في فرق كبير بين مناظر بتونس وبلبنان, والله حتى العقليا شوي متقاربة, مش شوي كتير برجة متقاربة والله, يعني في اماكن في كل شيء يعني, والله حتى في رجولة يعني, توانسي والله شفت توانسي انا رجولة يعني رجولة, عرفت؟ كفو
اتكلمتهم يعني. وفي ناس للاسف يعني ما كل اصابعك مثل بعضهم يعني، حتى بلبنان او بتونس يعني بيوعدوك بشيء ما بتعرف اخر شيء بيطلعوا فلين، عرفت. وبنرجع على حديثنا للتراك، انه الميلودي كتير حلوه بقلب البيت يا خيي، والله بتاخدك على مكان تاني، وسبيشال انه عم بيلعب فيها بالفيديو كليب، انه عم بيرجيك مناظر وانت قاعد عم تسمع هذه الميلودي الحلوه الرايقه مع كلمات كبير كلاي، فهون انت بتستمتع صراحه انت عم تحضر الفيديو كليب وعم تسمع الغنية، فبيعملوا ايقوني لذيذة بومباستيك فانتاستيك اكسترا اوردينيري. لكن حط في بالك الى الابد نجم نحزن كي نتذكر ايامنا كاين نجرب اللي موت يا حسرة على تيبت كلبي صفتو خاطر هو معاكم كعبر هيلي ضميري كترتو في الربع الخالي تفنتو تموتو والله بيكم لقوا بيلي خسركم كسب راح تبيلي فعل الخير معاكم وفيلي خاطر لي يعمل معاكم برشا بيه انتم ما تسميوه تخفوه هيلي صحيح اليوم عكسة طايحة بيا لكن بدنا الله سوف اعود ربي العالي ما يخليها بيا عندي ثقة عامية في المعبود لكن نتأكدوا يا رهود كان يجي يوم الموت ونرجع صح سطر واقف على السقايا والله ما تبكيو بالصوت والله ما تبكيو بالدم كي تشوفوني ننكح في الدنيا بلاش واقي وقتها ما ينفع ندم يا اخي كلاي ما في كلاي ما بيقدر لازم يبرق كلام زايد بالتراك عرفت وهالمرة قايلها كيف طريقة رومانتيكية لازم ننكح بالدنيا وهي عم بيقولها بطريقة سلسة هادي يعني ما بعرف كيف يعني عرفت انت عرفت علي كيف انت المهم ما عرفت علي كيف لي يستحقني فيكم من عفسو بالساقي بري والوحدة ترياقي سري دفنو في أعماقي لنوصل للحدي ما بدلش بحثي وحدي ومكمل سباقي مفرمة تحيتي ومعاود مصفر اختياري شخصي ما تقولش خسر واليوم طموحي باش نغلب جروحي ونبني حياتي جديدة أحسن من مقبل حياتي جديدة قوانينها ايزي نهون عليك تهون علي عزيزي يلزم ترمى باردة ما بين ناس هالماردة خطر حتى حد ما يستاهل تاكريزي من اليوم شعاري نفسي نفسي وبس والله لا ترحم النت حياتي بلاش ناس نو صحاب نو ستريس ما فيها كان الاخوات فيها قلق ليلة ميمتي مرتي والعيلة بول بول جوجو سبين وزاو ميتك وزيت ومزوز واحد في القلب مهزوز والثاني معايا صراع في الحياة تورطنا في تونس كون شفنا الويل تعودنا في وجيعتنا الدمعة ما تسيل قرتنا شوارعنا في عز الليل اللي ما فماش حاجة اسمها مستحيل تورطنا في تونس كون شفنا الويل فهيدا التراك كتير عجبتني ليه خصوصي بهذا الوقت بالنسبة لإلي أنا ككسار كشي شخصي إنه أنا مبسوط فيها ليه لأنه عم تحكي عن شيء أنا هلا عم بعمله أنا هلا عم بعيشه إجمالا فهيدي النقطة الحلوة بالرابر بيقدر يوصل لإحساسك حتى لو كان هو عم بيحكي عن إحساسه الشخصي ولكن بطريقة ما بيقدر يوصل لإحساسك أنت يعني الكلام اللي أنت بدك تقوله هو بيقوله عنك هي دايما بقوله عندي بالفيديوز فهيدي التراك انا كتير حبيتها بسبب هذا الموضوع انه انا عم بيصير معي هيك شيء تقريبا من اللي هو عم بيحكي فدايما رح حس حالي انه حاسمع على هيدي التراك لانه بنفس الوقت كلاي لما بيحكي لك عن اشياء خايبه بيحكي لك كمان انه ما تيأس يعني ضلك مكفى وسجلجلج يعني فهمت علي كيف فهمت علي كيف بيذكرني بحدا هو من هون ما بدي اقول اسمه بس مشان ما ينشهر على ظهري يا سيف يعني المهم يا كبير هذا كان الفيديو لليوم لا تنسوا زر الجرس لايك كومنت الاشتراك وتعملوا لي فولو على انستغرام نحبكم برشا عاد ليتس جو يا بيبي That's when you know you should leave motherfucker fuck John fuck all كبرنا ما تبدلنيش تشوفوا في عبيد تبدلت تفرج دنيا كيش وليت رجلة بالحبس تفدلك اتيتود ما فهميش رابريت ايش من فضلت بلاك ودي جانج معنا اخدر ما فهميش ايت سيجارة بليش من فضلك